الدجاج مع المشروم بخلطة الأعشاب الفريش مثل ما شايفين، ما عندي حتى بهارات. وحنستعمل اليوم كريمة جوز الهند، أو اللي هو يعني مستخلص جوز الهند اللي بيعطي كتير طعم طيب ونكهة للوصفات. فمن جوز الهند للفلفل الحار، جوز الهند مثلا أنا جبته معلب بس مكتوب عليه عضوي، يعني مأخوذ من حبات جوز الهند العضوية. الفلفل الحار، الكزبرة، الزنجبيل، الثوم، هي كلها بنقدر نلاقيها من منتج أو من مصدر محلي، فبتكون أكيد ما أنا معالجة، ما فيها أبداً مبيدات حشرية. أما بالنسبة لاختيار اللحوم أو الدجاج، أنا دايماً بقرأ على الملصق إنه يكون مكتوب عليه ما في هرمونات مضافة، ما في يعني دجاج مثلاً محقون بإضافات أو بسوائل معالجة. فهي كل أشياء بتساعد باختيارنا. هلأ نبدأ بتحضير الوصفة لليوم. أنا حسوي خليط من هاي الأعشاب، حنخلطه بالبلندر ليعطي الطعم. بس نبدأ أول شيء بشوي من الزيت النباتي ومنقلي فيه البصل، بعدين حنحمص الدجاج والمشروم قبل ما نضيف عليهم الخلطة اللي حنحضرها. دائماً البصل الأحمر هاني، الزنجبيل، في عنا هون الليمون جراس، الثوم، هي كلها تعتبر نكهات بما أنه عم نحكي شوي عن هذا الموسم تايلندية، ها؟ وبدينا بالمكونات المفيدة والصحية لجسمنا. كتير حابة الوعي اللي موجود عند الناس بموضوع أنه قدين إحنا ممكن نرفع مناعتنا بعيداً عن يعني موسم الأمراض علينا، سواء كان فيروس أو سواء كان زكمة أو يعني ألم أو أي شيء. هاي كلها أشياء نحن إذا مناعتنا أقوى بتساعدنا نتغلب على أي مرض، أو بتخلينا أقوى بالتعامل مع الأمراض. كمان إن شاء الله السلامة للجميع، والله يعني يكفينا شر الأوبئة والأمراض. وفعلا أنه الإنسان إذا قدر أنه يحافظ على مناعته ويقويها من خلال غذاء اليومي، صور الموضوع راح يكون يعني جدا مناسب. هي الموضوع اسهل يمكن من فكره انه حتى ندخل بموضوع عضوي وهرمونات، هذا الشيء يمكن تحديدي، بس الابتعاد عن الاكل الكثير فيه قلي او الاكل الدسم، اكل النشويات بشكل مرتفع، نسبه السكر بالجسم لما تكون عاليه، هي كلها اشياء بتزيد من السمنه، بتزيد من الامراض. فاحنا اليوم بوصفتنا اللي بدينا فيها بعد ما حمرت البصل، هلا حضيف عليها الدجاج، صدور الدجاج انا قطعته المكعبات. دائما نتاكد انه التقطيع يكون بنفس الحجم حتى ما يصير عندنا يعني فروقات. كيف الزنجبيل هاني؟ والله رائع، نشترك على هالمشروب الرائع، زنجبيل، ليمون، برتقال، يعني شوفوا بتعرفوا شو عملت انا؟ بعد ما غليت الزنجبيل حطيتهم ببريق هيك، ممكن نضيف عليها حتى شويه نعناع، ولو صار بارد ممكن نرجع نصب منه كل النهار، ممكن نحط معه شويه ثلج نبدا بحار ويصير بارد بعدين. فهي يمكن من الافكار اللي انا هلا صايره بعملها بالبيت. والله افكار نيره صراحه، لانه حلو ان الواحد يبدا يومه بشيء ساخن ودافي وصحي. ودافي وصحي، رائع والله. صح. هلا هون عم نحط بس شويه ملح وقليل رشه صغيره من فلفل اسود، بس لحتى الدجاج يعطي نكهه طيبه. وحأبدأ أنا معاكم بتحضير الصلصة اللي حنزيدها على الخلطة. حغطي عليها للدجاج حتى يستوي على مهله. حناخد هلأ لتحضير الخلطة اللي هي كلها مكونات فريش. في عنا هون الفلفل الأخضر، وعلى حسب، أنا دايماً بقول بالنسبة للفلفل حار أو مو حار، حلو أي شيء أنتم بدكم. إذا ما بدكم حار أبداً ممكن نستعمل الفلفل الرومي، أو يعني يكون فلفل ما فيه أبداً حرارة. عم بخلط أنا هون شوي من الأحمر والأخضر وخليت الحر. هو هذا عادة مو حار جدا اللي يجي بهذا الحجم. أتوقع حر شوي. جربيهم يعني حاسة مشان نقدر نكمل. أوكي، عندي هون كمان حأخذ شوي من الزنجبيل. أنا بعمل هاي موضوع الطحن بماشين واحدة حتى خلاص نختصر، أنه نضل قطعة قطعة بنحطهم كلهم مع بعض وبصير سهل علينا بعدين بالتحضير. هلأ هون شلت بس القشر عن الزنجبيل، وفي عنا كمان حنضيف عليهم الكزبرة الخضراء. دائما الكزبرة بالأكل الآسيوي إلى طعم مميز. هقطع الزنجبيل وبعدين حأرجع أضيف عليهم حبتين من الثوم، وبعدين الكزبرة الخضراء. فصار عنا فلفل أخضر، زنجبيل، ثوم، كزبرة، وفي عنا المكون الأساسي اللي كتير له طعم لذيذ ورائع بالمطبخ الآسيوي هو الليمون جراس. حتى الليمون جراس في ناس بتزرعه بالبيت بيطلع له ورق أخضر كتير، ما بعرف اللي هلا عم يتابعوني بيعرفوا إنه الليمون جراس أول ما تزرعه وخاصة بالمناطق الحارة بيطلع كتير ورق، وهذا الورق ممكن تستعمله بالشاي، ممكن تستعمله بكتير من الوصفات. هأخذ شوي من الليمون جراس، بس دائما لما تقطعوه شيلوا هذا الجزء الناشف، بيكون شوي قاسي بالأكل. نقدر ناخذ قطعة من الوسط
حتى لما ينطحن معنا ما يعمل تكستشر مزعج، او اذا حتى حابين ما تخاطروا بموضوع الليمون جراس ممكن احنا بس نضيف قطعه واحده ليش بالوسط يعني ممكن لانه ممكن يكون فيه الياف شوي سميكه بالاكل، فممكن نحطها وبعدين نرجع نشيلها. شوف كيف ريحة الليمون جراس، هذا ريحة السبا اللي بتحس انك بشعور الراحة، تحس نفسك بتايلاند. حطيت عليهم بس شوي من حليب جوز الهند حتى ينخلطوا بشكل اسهل. اوكي، وهلا بالبلندر حارجع اخلطهم كلهم مع بعض. هي يفضل طبعا احنا انا هذاك يوم الاحد اتصور كان عندنا وصفة كان فيها كثير دخان. كانت شو؟ كان فيها كثير دخان الوصفة. دخان؟ يعني من ال بخار يعني بخار وكذا. ممكن والله يعني انا تذكرت مخرجنا يعني نبيل اسمر يحب هذه معلقه الدخان. يعني انتم احنا عندنا مخرجين ما شاء الله ريما ونبيل ومحمد، فلما تشوفون في تركيز على البخار او على بكون نبيل. اي لانه هو ظاهر وكان وده يصير مشعوذ ما قدر حول اخراج. يا سلام. اوكي احنا هلا هون بعد ما حطيت حمرت الدجاج مع البصل حضيف عليه المشروم. عم بستعمل اي نوع مشروم موجود عندي، انا عندي كان بالثلاجه اوريدي بورتابيلو مشروم. بعد ما ضفناه على الدجاج حنحط عليهم الخلطه اللي حضرناها، مثل ما قلنا فلفل حار، الثوم، الزنجبيل، الكزبره، وعلى طول هلا مع جوز الهند حتنطبخ وحتعطي هذا الطعم والتحمير. ممكن نخليها فرم خشن او ممكن نضيف يعني نخليها تكون كثير بزياده ناعمه. اوكي صار عندي هلا هون طعم مع بعضه، خلاص حمصناه حركناهم، ممكن نقليهم شوي حتى الثوم يتحمص كمان. وبس تصير بهذا المرحله حنغمرهم بكريمه جوز الهند او حليب جوز الهند ونتركهم على النار تقريبا لمده نص ساعه حتى هيك يرجع يتشرب كل الطعم وياخذ كل النكهات. وانا بعتبرها هي من الوصفات هاني اللي كثير صحيه وكثير خفيفه ولذيذه مع الشرمس مع الروبيان مع السمك. ممكن نعملها حتى نباتيه بشكل كامل لانه